أصدقائنا بيقولوا إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أهان المرأة لما قال عن المرأة ناقصة عقل ودين. سؤال صعب. السؤال اللي هنجاوب عليه النهاردة ممكن يكون صعب في نظر بعض الناس، لكن في الحقيقة إنه على النقيض من ذلك تماما. بالعكس، لما تسمع الحلقة هتعرف إن السؤال سخيف. أصدقائنا بيقولوا إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أهان المرأة لما قال عن المرأة في حديث رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكذلك رواه الإمام أحمد ورواه الإمام ابن حبان، بيقول فيه إن المرأة ناقصة عقل ودين. ويمكن الحديث ده بالذات مش محتاج في تفسيره أو في رد الشبه حواليه إني أجيب حديث تاني يفسر الحديث الأولاني، أو إني أجيب كتاب لإمام من الأئمة أو لعالم من العلماء بيشرح فيه قصد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن كل المسألة إنك لو صبرت وكان عندك أمانة إنك تكمل الحديث للآخر هتعرف قصد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بيقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ده الجزء اللي هم بيستدلوا به. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. يعني معنى الكلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هذه المرأة ناقصة العقل والدين أذهب للب الرجل الحازم، يعني لعقل ولقلب الرجل الحازم. ممكن يكون الراجل حازم جدا وشديد خارج البيت لكن تضحك عليه واحدة ست. فقامت امرأة من النساء وقالت: يا رسول الله، وما نقصان دينها وعقلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما نقصان عقلها أليس شهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل، وأما نقصان دينها أنها تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم. إذا فسر النبي محمد عليه الصلاة والسلام نقصان عقل المرأة مش بأن عقل المرأة كيلو وعقل الرجل 10 كيلو، ولا أن المرأة نقصة في الدين والرجل أكمل منها في الدين أبدا، ولكن فسر النبي محمد عليه الصلاة والسلام نقصان العقل بأن شهادة المرأة نص شهادة الرجل، وفسر نقصان الدين أن المرأة بتمكث أيام في فترة حيضها لا تصلي ولا تصوم. لكن في الحقيقة أن الإسلام لا يفرق في الإيمان بين الرجل والمرأة، بالعكس ممكن تكون امرأة أكمل إيمان من كثير من الرجال، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. وبيذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء النساء الكاملات، بيذكر آسية زوجة فرعون، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران. فالعبرة في الإيمان مش بالذكورة ولا بالأنوثة، ولكن العبرة في قرب الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى وإقامة الطاعات اللي أمر بها ربنا عز وجل. ما تنساش لو عجبتك الحلقة تعمل شير، لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، ممكن تشوف الحلقات اللي فاتت من هنا. أو لأو كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أو لأو حاميم والكتاب المبين. وقالوا إن القرآن الكريم فيه كلمات ملهاش معاني. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.